أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك يعني حقائق كثيرة في الكون تتجلى من حولنا، ربما نعجب إذا علمنا أن قصة الكون موجودة في القرآن. الله تعالى لم يسخر الأرض لنا فقط، بل سخر الكون كله، لأن العلماء أيها الأحبة يقولون إن الكون منذ أول لحظة من خلقه صمم ليكون مناسبا لحياتنا على هذه الأرض. فالقوانين الفيزيائية مثل سرعة الضوء، قوانين الجاذبية، قوانين الكثافة، القوانين التي تحكم حركة الذرة، كلها قوانين منضبطة بشكل دقيق جدا جدا جدا، لدرجة أنك أيها الإنسان إذا اختل أي قانون هذه القوانين لما كنت موجودا اليوم على الأرض، وربما لم تنشأ الأرض أصلا. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا أود أن أطرح سؤالا الآن، ما هي قصة خلق الكون؟ ربما نعجب إذا علمنا أن بداية خلق الكون وتوسع الكون ونهاية الكون مذكورة في القرآن الكريم. الكون أيها الأحبة عبارة عن مجرات وكواكب ونجوم تسبح وتسبح بحمد خالقها عز وجل، ولكن هذه الكواكب والنجوم والمجرات ذات يوم كانت كتلة صغيرة جدا، ثم تباعدت وتضخمت وبدأت المادة بالتشكل، وبدأ الظلام والنور، وبدأت المجرات أيضا تنشأ وتسبح في هذا الكون، وبدأت يعني ما يسمى بالدخان الكوني والسحب الغبارية والأجرام السماوية كلها بالتشكل تباعا، وبدأ الكون بالتوسع. الآن كوننا يتوسع بشكل عجيب جدا، يعني ملايين الكيلومترات، يتوسع بشكل هائل، وأنه نشأ من نقطة واحدة. بعد هذا التوسع ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن هذا الكون بعد أن يصل إلى الحدود الحرجة سوف تستنفذ طاقته بشكل كامل، وسوف لن يقوى على التوسع أكثر، فينكمش على نفسه من جديد، ثم يعود من حيث بدأ نقطة واحدة. الآن أحبتي في الله، هل تتخيلون معي أن القرآن العظيم أشار إلى هذه الحقائق العلمية الثلاثة التي لم تكتشف إلا حديثا جدا؟ دعوني أتأمل. الآية الأولى تنبئنا عن بداية خلق الكون عندما كان كتلة واحدة، ثم كانت رتقا هذه الكتلة، ثم فتقها الله وتباعدت أجزاؤها وتشكلت أجزاء الكون. الله تبارك وتعالى يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آيات للموقنين.
سبحان الله، تأملوا الدقة العلمية، أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي سدا، كتلة واحدة، ففتقناهما، يعني انظروا إشارة إلى نظام العلماء يسمونه، هذه النظرية تسمى الانفجار الكبير، ولكن القرآن سماها الرتق والفتق. هناك نظام، الانفجار يولد الفوضى، ولكن العمليات التي تتم في الكون كلها عمليات منظمة جدا. الله تعالى أشار إليها عندما قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سبحان الله. الآية الثانية أحبتي في الله تتحدث عن الحقيقة العلمية الثانية، وهي توسع الكون. الله تعالى يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سبحان الله، يعني كلام علمي دقيق جدا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثبت أن هذه السماء عبارة عن بناء، وهناك لبنات بناء هي المجرات، وأنها تتوسع باستمرار كما أشار القرآن العظيم. الحقيقة الثالثة نهاية الكون، هل ذكرها القرآن؟ نقول نعم بالتأكيد. الكون سوف يعود وينطوي على نفسه وفق عملية تسمى بالانسحاق الكبير، أو تسمى بالتمزق العظيم للكون، أو الانكماش العظيم. ما الذي سيحدث؟ ستعود هذه المجرات وتنصهر مع بعضها، وتختفي هذه المادة وتتحول إلى نقطة صغيرة كما بدأ الكون يعاد ويكرر. سبحان الله. الله تبارك وتعالى قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله، يعني انظروا الدقة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يتنبأ بأن السماء ستطوى؟ انظروا إلى التعبير: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كما أن السجلات تطوى أيضا السماء سوف تطوى. كما بدأنا أول خلق نعيده، إشارة إلى دورة خلق الكون. سبحان الله. ألا يشهد ذلك أيها الأحبة على صدق هذا القرآن؟ ألا يشهد على أن منزل هذا القرآن هو الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأن يجعلها نورا وهداية لكل مشكك يرى من خلالها نور القرآن وعظمة هذا الدين الحنيف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار رب